اهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في مؤشر النيل. نتعرف معا بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تباين اداؤها في ختام تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 0.9% ليبلغ مستوى 5947.7 نقطه، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 0.99% ليبلغ مستوى 357.7 نقطه. وشملت الانخفاضات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا والذي خسر نحو 0.11% من قيمته ليبلغ مستوى 755.52 نقطه. امتدت الارتفاعات ايضا لمؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه الذي صعد بنسبه 0.33% مسجلا نحو 5952.9 نقطه. نتحول لقائمه القطاعات النشطه في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات الانشط وتصدر القائمه بنسبه 30.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 15.11%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 10.51%. وبالنسبة لفئة المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 75.9% من إجمالي التعاملات، واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 12.82%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع وحصلوا على نسبة 12.9% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 62.49% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 37.5% من التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم فلتون المالية القابضة بنسبة 9.87%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 8.06%، ثم سهم المهندس للتأمين بنحو 7.38%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.95%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فتصدرها سهم الوادي للاستثمار السياحي بنسبة 9.64%، ثم سهم أسمنت بورتلاند ترة المصرية بنسبة 8.25%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.89%، ثم سهم جولدن كوست السخنة والاستثمار السياحي بنسبة 6.76%. هذا وخسر رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 385.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 488.6 مليون جنيه. والمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أستاذ عيسى، اسمح لنا أن نطالع هذا التقرير معا ثم نبدأ عملية التحليل على الفور. إلى التقرير. على تباين، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 488.6 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس اي جي اكس 30 بنسبة 9.1%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 99.1%. وشملت الانخفاضات أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 0.11% من قيمته. أهلا بكم مجددا، واسمحوا لنا أن نبدأ عملية التحليل أداء البورصة اليوم مع ضيفي وضيفكم الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. أستاذ عيسى، السوق بتعود الخسائر على مستوى رأس المال وبتتباين على مستوى أداء المؤشرات، تفسيرك لعودة السوق للأداء السلبي مرة أخرى؟ ولنا مستغربه هو انخفاض رأس المال السوقي في ظل ارتفاع المؤشر الرئيسي اللي بيستحوذ على أكثر من 80% من جملة التداولات. يمكن ده تفسيره لأن في سهم زي أوراسكوم الإنشاء والصناعة
ما زال موجودا ضمن رأس المال السوقي، وبالتالي التراجعات اللي فيه بتعمل تأثيرات كبيرة جدا على رأس المال السوقي. لكن لو هنتكلم بالمؤشرات المفروض رأس المال السوقي يبقى مسجل ارتفاع. وبرضه يا ريت هنا ودي ملحوظة قلتها عدة مرات انه مفيش داعي نقول خسر او رابحة، يعني نقول انخفض او زاد يعني رأس المال السوقي، لان هي مفيش خسارة فعلية او ارباح فعلية. هي الفكرة كلها ارباح دفترية وخسائر دفترية، فكلمة خسارة او مكاسب بتثير يعني مشاعر متناقضة لدى المستثمرين يعني. فهي الفكرة كلها انه بتبقى في اسهم غير فعالة اي تأثير فيها ولو بسيط فأسعارها نظرا لأنها وزنها النسبي عالي جوه رأس المال السوقي فبتعمل التأثير اللي احنا شفناه النهاردة، ان المفروض لو كانت هي صفر النهاردة التغير فيها كان رأس المال السوقي هيسجل ارتفاع مش هيسجل انخفاض يعني. هل هو هذا التحرك ام ان السوق ببعض العوامل المؤثرة عليه ايضا؟ وطبعا السوق عندنا بتأثر بعوامل اولا ده خارجية ثم العوامل الداخلية. العوامل الخارجية هي ما يجري في البورصات الخارجية. يمكن النهاردة كان عندنا بورصة شنغهاي كانت على صعود، الداو جونز امبارح كان على صعود، البورصات الأوروبية حتى هذه اللحظة ما زالت على صعود. يمكن تباينت البورصات الخليجية وبالتالي احنا اقتفينا اثر الأوروبية اكتر. تاني حاجة العامل الداخلي وعملية الاستحواذ اللي اعلن عنها مؤخرا وجاري تنفيذها في الوقت الحالي او اتخاذ اجراءات تنفيذها، اللي هي استحواذ اوراسكوم للصالات والاعلام على شركة سي اي كابيتال، وقبلها كان سابق لها الاستحواذ على شركة بيلتون اللي حاليا بتستفيد من هذه العملية بانها بترتفع كل يوم 10% لليوم الرابع على التوالي. يمكن جه في التقرير كما ذكرتي مرتفع بحوالي 9.87% او 10% تقريبا. فالسوق يعني ما بين اقتفاء اثر البورصات الخارجيه وما بين العوامل الداخليه، طبعا نتمنى ان العوامل الداخليه تكون هي الاكثر حضورا عشان نقلل من معامل الارتباط اللي يصل لدرجه التطابق مع البورصات الخارجيه. احنا امام 1.9 مليار جنيه خسائر النهارده. راس المال السوقي وصل ل 385 مليار و3 من عشرة. امتى يتوقف هذا النزيف؟ ما هو لازم الاسعار ترتفع عشان يتوقف هذا النزيف يعني، لانه في الاخر ده بيتوقف على ده يعني المؤشر الاسعار راس المال السوقي بيتوقف على ده. لكن هو السؤال هو كم رقم التداول؟ بنتكلم في 488 مليون جنيه. نسبته كام من راس المال السوقي؟ لم يصل الى 2% من اجمالي راس المال السوقي، بما يعني انه الكميات الحديه البسيطه اللي بتتم بين المضاربين هي اللي بتحدد الرقم الكبير ده كله. يعني لو بكره السوق طالع 2-3% ممكن تجد ان السوق مسجل 8 مليار زياده في الايه في راس المال السوقي، بشرط ان مش ورقه زي راس منشاه الصناعه تبقى ساكنه ما يحصلش فيها حاجه، خاصه ان هي ورقه غير نشيطه بالمره وتم تقسيمها اصلا الى كونستراكشن وحاجات تانية يعني. وهنا المفروض اداره البورصه تعالج هذه المساله عشان خاطر تحيد تاثيرها على راس المال السوقي، لانه بيدي نتيجه اعتقد انها غير واقعيه او مضلله يعني. لان ازاي النهارده يبقى المؤشر الرئيسي طالع قرب 1% والمؤشر الثاني طالع نازل 1%، بس نسبه اكثر من 80% موجوده في المؤشر الرئيسي تداول واقل من 20% في الثاني، ويطلع النتيجه بالشكل ده نتيجه انه هذا العيب موجود يعني في الحسابات. طيب احنا على مدار 3 ايام البنك المركزي بيتخذ اجراءات بيراها هامه جدا في هذه الفتره الصعبه لدعم الاقتصاد. بداها برفع سقف الايداع لبليون دولار، ثم قرار بحظر استخدام الدولار في بطاقات الدفع الالكتروني، ثم ايقاف لبعض الشركات بتهم التلاعب. حضرتك بتقرا هذه القرارات الاقتصاديه باي شكل وباي تاثير على سوق عالم المال؟ هو نقدر نقول عليها إدارة أزمة، يعني إحنا عندنا أزمة البنك المركزي بيديرها. لكن البنك المركزي متروك وحده في هذا الأمر. في حين النهارده بنجد إنه في جهات أخرى مفروض تعاونه في إنجاز المهمة. لأنه سعر الصرف مش مشكلة البنك المركزي لوحده وإن كان هو مسؤول عنها موضوعياً أو فنياً يعني. لكن دي مسؤولية قطاعات كثيرة يعني. النهاردة ما ينفعش الغرف التجارية تظل في حالة عناد وتحدي مع البنك المركزي وتسفيه في هذه القرارات اللي بتتاخد وان ده ضد قوى السوق والكلام ده كله. يجب ان احنا ننسى تماما حكاية اسطورة السوق الحرة. ما فيش حاجة في العالم اصلا فيها سوق حرة ازاي يعني؟ يعني النهاردة لما يجي البنك المركزي الاوروبي يعلن اجراءات للتيسير الكمي اليس هذا تدخلا في السوق؟
لماذا لم يتركها للسوق الحرة يعالج قضايا الركود والانكماش في النمو؟ النهاردة ما البنك المركزي الياباني يعمل إجراءات للتيسير الكم، ليس هذا تدخلا في السوق؟ لماذا لم يترك السوق يحرك نفسه بنفسه؟ أمريكا نفسها لولا أنها تدخلت في 2008 وأنقذت AIG وشركة فورد وبنوك، كان ممكن النهاردة الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير، لأن قوة السوق لو تركت لشأنها هتبقى عاملة بالضبط زي اللي بيسايب حديقة تنتج ثمارها بدون لا زراعة ولا على نقيض كل من يرى أن السوق يترك حرا وأن هذه الإجراءات ما من شأنها إلا تصعيب الأمر أكثر. هو ما فيش حاجة اسمها سوق حرة، هو في سياسة تدخل للدولة لصالح فئة ضد فئة، في فئة عايزة يعني إيه تضغط من أجل تحقيق مصالح معينة حقها، لكن من ناحية تانية الدولة برضو من حق الدفع عن مصالح من وكل إليها أنها تدفع مصالحها في الآخر يعني. فأقصد أقول إنه حكاية السوق الحرة النهاردة حتى في الغرب دلوقتي دخلوا على ما يسمونه باقتصاد الحديقة، أي الاقتصاد الذي يحتاج إلى تهذيب وتعشيب ومتابعة طول الوقت، ما ينفعش تتساب الأمور بهذا الشكل. وبالتالي النهاردة بيقول إيه عوم سعر الجنيه أو اتركه حرا لظروف العرض والطلب. ناس بتنسى يعني إيه عرض يعني إيه طلب. عرض يعني هناك من يحوز عملة، وطلب يعني من يحتاج إلى العملة. مين هيتحكم في مين؟ خاصة أنت بتتكلم على سلعة قابلة للتخزين وهي الدولار، من ممكن أي حد يتحكم فيها. والبنك المركزي تلاحظ أنه ما بياخدش إجراء دفعة واحدة، كل ما بياخد إجراء المبلغ مش كافي بياخد إجراء آخر لغاية ما يوصل لنقطة التزان، إلى أن يتم حاجة إنه الميزان التجاري كيف نستعدل مساره. خاصة إن إحنا عندنا مشكلة في الواردات بنوصل 61 مليار دولار السنة اللي فاتت، والصادرات كانت 22 مليار دولار. إيه لو إحنا دولة جهازها الإنتاجي عنده مرونة كان من الممكن نستفيد من انخفاض قيمة الجنيه، وأنا كنت أقول لك بأول واحد خلي الجنيه الدولار ب 20 جنيه. لانه في الاخر انا عاوز اقصد اليابان النهارده بتبقى فرحانه بالين الضعيف، امريكا بتبقى فرحانه بالدولار الضعيف لان ده بيساعد على زياده التصدير وتحسين الميزان التجاري بان يبقى فيه فائض، لكن احنا لسنا الوضع الاقتصادي القوه الاقتصاديه هنا فرق ان احنا للاسف اصرفنا على انفسنا في الفتره الماضيه في الاهتمام بقطاع الخدمات وقطاع العقاري، ما اهتمناش بقطاع التصنيع. ما تيجي تشوف كل الدول بتقدم تتكلم بالتصنيع وبالتكنولوجيا الرقميه، هي دي الخدمات حتى دلوقتي اللي موجوده في العالم. القطاع الانشائي والحاجات دي كلها قطاعات ريعيه بطبيعتها يعني، لكن ما تقدرش تصدري بيت للخارج الا اذا كنت هتفتح الباب للاجانب تملكوا العقارات على نطاق واسع، مثلا زي ما بيحصل في دبي مثلا يعني او في بعض او في اليونان او غيرها. لكن احنا برضو دوله النهارده ليها اعتبارات في الامن القومي ما تسمحش بهذا الطرف يعني. احنا بنرى ان الدوله بتتخذ لها اشهر العديد من القرارات من اجل الحفاظ على وضعيه الجنيه المصري امام الدولار الامريكي. كان منها اخر مقيله عن وضع الدولار هيكون 8 جنيه و25 قرش. احنا بنسمع تقديرات الموازنه وكان ده له اثره في الاسبوع الماضي على البورصه بشكل او باخر يعني في جلسه نهايه الاسبوع. النهارده بنسمع او هناك من يقول ان السوق الموازيه قفز فيها سعر الدولار الى 9 جنيه وربع. تمام، ما يعني بعض يتساءل من الناس العادية طب أين قرارات المركزي من هذه القفزات التي تحدث للدولار؟ ما بنشعرش بنتيجة يعني. هو لازم تفهم ان احنا دلوقتي في ظروف ناس كتيرة بتحاول تسعى الى تحقيق عوائد بلا جهد. نعم، يعني النهاردة بقت العملة دلوقتي ما بقتش تطلب عشان خاطر اشتري بيها حاجة، بقت تطلب لذاتها دلوقتي، لدرجة في ناس كتيرة عاملة الدولار مخزن قيمة، بيجيب كان بيحول من مصري إلى دولار لأنه بيثق فيه أكتر من ثقته في الجنيه. مع عمليات الشراء اللي بتتم حصل اكتناز للدولار في بيوت كتيرة عندنا هنا في مصر. في كلام بيقول إيه، طيب ومين اللي بيعرف منين إنه وصل 9 وربع؟ إيه الآلية الرسمية اللي تقول إنه 9 وربع غير إن أنا سمعت وحضرتك سمعت وده سمع وده سمع؟ ممكن تكون العمليه تمت ب 100 دولار وممكن تكون تمت ب 100 دولار، يعني هي بتيجي من اللي راح يشتريها وبيطلب دولار بيلاقي ان سعره في الوقت ده كده. انا قصدي اقول انه ايه، هل الكميه اللي اتباعت بالسعر ده قد ايه؟ يعني لما باجي البنك المركزي يقول انا عملت عطاء دولاري بمليار دولار ولا ببقى عارف عند سعر كام والكميه كام، لكن ايه هي الكميه اللي حددها؟ زي ما احنا بنتكلم في البورصه كده بنقول راس المال السوقي خسر
او كسب او ربح بكام شغل في اليوم؟ 300-400 مليون جنيه، في حين احنا بنتكلم على مليارات بنفقدها بالرقم الصغير ده. فالنهارده في، انا شايف ان في عمليه تهويل بغرض الضغط على البنك المركزي لتحرير الجنيه وتعويمه بالصوره اللي ممكن تعمل بالونه التضخم تنفجر في البلد. وهنا طبعا ما حدش مدرك مخاطر المساله بعد كده، خاصه ان احنا نعلم برضو ان رئيس الوزراء في الفتره اللي فاتت دي كان له لقاءات مع كبار الصحفيين بشان توضيح معالم برنامج الحكومه اللي ممكن يعرض بغرض انه يتعمل فرشه او تقدمه لما يمكن ان يقال، بحيث حتى كمان يبتدي ردود الافعال تجي له من هنا او هناك عشان خاطر يعمل حساب انه يقول البرنامج يستبعد شيء او يعدل شيء او يغير شيء يعني. فالمساله في منتهى الصعوبه، لان النهارده بنيجي نمسك مثلا عندنا هيكل الواردات بتاعنا 61 مليار، هنيجي نبص نلاقي اكبر جزء فيهم السلع الوسيطه، 30% من الواردات بتاعتنا سلع وسيطه. تاني حاجه السلع الاستهلاكيه حوالي 23% منه. تالت حاجه 19% منه بيجوا عن منتجات بتروليه وزيوت معدنيه تيجي من الخارج يعني. في ال 14% بتبقى عباره عن سلع استثماريه. انا النهارده لو قدرت ال 61 مليار دولار اخفض 10% منهم هوفر 6 مليار دولار. ولو قدرت الصادرات ترجع بس لمستوى 2014 اللي هو كان 26 مليار دولار، لو قدرت اوفر من هنا 6 وارجع 4 تانيين هنا في الحاله دي ممكن ارجع 10 مليار دولار. والاجراءات اللي بيعملها البنك المركزي من الممكن برضو ان توفر عدد من المليارات في هذا. اذا حضرتك بترى ان من الممكن ان البنك المركزي ياخد وقته بشكل كافي جدا في الفتره اللي احنا بنحياها دي من خلال هذه القرارات، ان هو يستطيع السيطرة على الموقف، لكنه بيحتاج إلى المزيد من الثقة بشكل واضح جدا من المستثمر وأيضا الموجودين في سوق البورصة وأيضا من السياق العام أو من الجمهور بشكل عام. بالتأكيد، لأنه لازم النهار نفهم أن أي إجراء ما بيجيبش أثره في اليوم التالي، لكن ممكن يجيب أثره على مدى طويل مع الاستمرار عليه معاه. لكن النهاردة لازم نركز بقى، النهاردة الحكومة عشان ترسم سياسة اقتصادية وتجارية مظبوطة تقرأ الميزان التجاري بتاعها وتشوف هيكله وتوزيعه. يعني من غير المعقول ان النهاردة اجد ان القطاع الخاص اللي بيسيطر على 75% من الناتج المحلي الاجمالي كل صادراته 13.5 مليار دولار في سنة 2015، بينما وارداته 45.5 مليار دولار. النهارده هنا المفروض الدوله تحط معايير جديده وكرايتيريا جديده في اختيار المشروعات. لازم يتوفر في المشروع حاجتين اساسيتين، مدى قدرته على توفير نقد اجنبي ومدى قدرته على توفير فرص عمل. دول اهم معيارين النهارده لازم اركز عليهم. ما يجبش حتى الحكومه تركز على فكره انها لازم ترفع معدل النمو الاقتصادي على اطلاقها. معدل النمو الاقتصادي من فين بالظبط؟ يجي منين؟ من انهي قطاعات؟ ايه القطاعات القادره على توليد نمو متصاحب بفرص تشغيل ومتصاحب؟ اذا حضرتك بترى ان الدوله يجب ان يكون لديها وجهه نظر واضحه وصريحه في طبيعه المشروعات اللي بتدخل الى السوق بشكل جديد ومدى جدواها. ده اللي هنا المفروض الدوله هي القائد لعمليه التنميه. نعم. هل الرؤيه دي واضحه لدى الحكومه؟ حتى لو مش واضحه المفروض انها نوضحها لها يعني في الاخر. الدوله بتركز على مشروعات تنمويه ضخمه والكلام ده كله، لكن الحكومه النهارده لازم تبلور رؤيه، تبلور مشروع للبلد ككل، وتقول ان برنامجها ده يحقق هذه الرؤيه وهذا المشروع. هعود مره اخرى الى البورصه، وجهه نظرك في البورصه في الفتره القليله القادمه او على المدى القصير تكون ايه؟ هل هتستمر في هذه الارتفاعات والانخفاضات الحاده اللي متاثره بكل الاشياء، سوق عالمي واخبار محليه؟ هي اصبحت البورصات دلوقتي تنظر على بعضها، ودي للاسف من مساوئ العولمه. وفي نتيجه برضو انفتاح المستثمرين من جميع الجهات في كل البورصات، في اجانب في مصر، في اجانب في الصين، في اجانب هنا، كل دول بيتحركوا تحركات تبدو للوضع للعيان انها تعكس رؤيه اقتصاديه معينه، وانا في تقدير انها بتعكس في ناس بتلعب من خلف الستار
في تحديد اتجاهات الأسواق في العالم، عمليات استحواذات على نطاق واسع في جميع اقتصادات العالم. وهنا بتبقى الخطر بقى انه بخس الأسعار بيبقى بغرض الهيمنة على عمليات استحواذ بأسعار بخسة في الأسواق يعني. فهنا نجي نقول اللي هيتحكم في المسألة مدى نجاح برامج التيسير اللي بتجرى بره زي ما قلنا في اليابان أو في أوروبا. أسعار البترول لأي مدى هتستطيع الدول المنتجة أنها تتحكم في إنتاجها وتتفق على شيء يحافظ على حتى تثبت الأسعار على ما هي عليه أو تزيد الفترة القادمة. كل ده كله هينعش الأسواق بصفة عامة، وده هيبقى له مردود سيكولوجي أو نفسي على المستثمرين عند هنا. يضاف عليه بقى ما سيجري على الأرض على صعيد الاقتصاد الداخلي، يعني عملية استحواذ بتاع سائل كابيتال ممكن تكون من الأمور اللي يجب أن تقرأ بإمعان، لأنه كل النهاردة في ظل التدهور اللي عايش فيه قطاع الخدمات المالية تقوم إحدى الشركات بالإصرار على السيطرة على شركة أخرى في نفس المجال هو قطاع الخدمات المالية وقبلها كانت بيلتون. ده على طول مفروض يديني قراءة أن الذي يتقدم بهذا يرى في الأفق شيئا أكثر إيجابية مما نراه الآن. بمعنى أن النهاردة شركة خدمات مالية هتعمل إيه؟ هتخدم على شركات حقيقية بالاستحواذات بطروحات بالكلام ده كله بقيد في البورصة جديد، يعني بترى أفق اقتصادي أكيد بالضبط. فده معناه أنه لازم نبص للمسألة دي من هذه الزاوية ومزاوية أن الاقتصاد المعوقات والأمور السيئة التي كانت فيه ممكن تكون قاربت على الانتهاء والأمور ممكن تتحسن في الفترة. نرجو ذلك. أستاذ عيسى، جلسة الغد الختامية لهذا الأسبوع ماذا تتوقع فيها؟ في ضوء المعاملات الأخيرة في جلسة النهاردة ممكن تبدأ على احمرار، يعني ممكن تبقى بالذات في المؤشر الرئيسي ممكن يبقى فيها نوع من التراجع في جلسة الغد، خاصة أن المؤشر الرئيسي أسهمه كانت متزايدة على مدار 3 جلسات يعني حققت أداء إيجابي، وخاصة أنه الفاعل فيها هو سهم البنك التجاري الدولي، أعتقد هو اللي بيحدد شكل اتجاه هذا السهم. أعتقد أنه بكرة ممكن نبدأ على تراجع قد ينتهي الأمر إلى تقليص الخسائر في نهاية الجلسة. ماذا نتمنى؟ أستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال، أشكرك كثيرا على تواجدك لتحليل السوق وعالم المال بشكل عام اليوم معنا في مؤشر الميل. شكرا لكم مشاهدينا، انتظرنا بالغد قبل هذا الموعد بنصف ساعة تقريبا للحديث عن البورصة وأيضا على سوق المال في مؤشر الميل. شكرا لكم.